نفسك. اهلا سعاده الدين. اتفضلوا. طب ومين طلاق بالتلاتة؟ المولد ما فج نوره الا بعد ما سعادتك شرفتنا. اهلا وسهلا. خطو عزيز يا سعاده البيه، مش كان واجب برضو تدينا خبر قبل ما تيجي؟ حقيقه انا جيت بالصدفه. المهم انا كنت عاوز منكم. يا نداشة تعوز ده ايه؟ ده انت تؤمر. طب يمين طلاق بالتلاتة اللي انت شارب حاجة؟ مش وقته. مش وقته ازاي؟ ده لازم تشرب حاجة سعادتك. وده شنطر اتنين سطل عناب ساقعين لسعادة البي وسعادة البي. حاضر يا معلم. في الحقيقة انا كنت عايز اشوف. هتشوف كل حاجة سعادة البي، بس يا ريت حضرتك تدينا مهلة قد يومين تلاتة. ليه ده كله؟ على ما نخلص الورق يعني. سعادتك عارف بقى الاجراءات. ورا ايه واجراءات ايه؟ وانا لازم اشوفها بتصريح. ولو كارت من سعادتك كل حاجه هتخلص على طول. كارت؟ ايوه، عشان زمايلك الظباط اصل ساعات هم ظباط ايه؟ انا مش فاهم حاجه. هو مش سعادتك برضه ظابط الاداب؟ اداب ايه؟ انا ظابط ايقاع. ظابط في اني كراكون؟ ظابط ايقاع يعني طبال. طبال؟ سك على العناب يا واد الشنطه. وجب يا معلم. بقى حضرتك طبال؟ ايوه. وكنت عاوز عايز شغل عوطني يعني؟ لا، انما انا كنت عاوز اقول يعني تقول ايه؟ يوجاتك واكسه وجاي منفوخه على 24 وعايز اشوفها. الله، تشوف ايه؟ شافتك عقربه. مش كده، انا جاي اشوف البنت بترقص. لا بقول لك ايه، احنا ناس اشراف. بناكل لقمتنا من على جبيننا. يا جماعه افهموني. نفهمك؟ انا جاي اتفق مع الست مباهج انها تسافر معايا مصر. مصر؟ ايوه، انا هعلمها الرقص على اصوله. انت؟ ايوه انا. اعمل لها كونتراته في اعظم محلات في البلد، هدفع لها اللي تطلبه. فلوس يعني؟ ايه النبي هذا الشلطم؟ عينا يا معلم. لا مؤاخذه يا سعاده البيه، مش كنت تقول كده من الاول؟ اتفضل يا سعاده البيه، على الاقل كنا قمنا بالواجب. اصل الست مباهج دي بعتبرها امانه في رقبتي. انا لما اتجوزت اختها كانت هي لسه عيله صغيره، علمتها هز الوسط وشربتها الكار مظبوط. ولا مصر ولا اسكندريه، انا عرفت من عيش وعايزه ارتاح بقى. ارتاحي يا حبيبتي، اعملي اللي انت عايزاه. ليه يا عزاه؟ ليه يا عزاه يعني ايه؟ وانا في البيت ده على طول. خير يا ام. فيها بقى شحطتك اللي هو في بلدك واللي ليلك مولد ده، غير البلاوي الزرقاء اللي بتلقح جتتها، فاكرين انهم بالملاليم اللي دفعوها في التذاكر خلاص اشتروني. يا ناس حرام عليكم بقى، حرام نفسي بقى اتستر زي بقيه البنات اللي من ضهري. ايه اللي دخل السترة في الشغل؟ وهو في سترة لا مؤاخذة من غير فلوس؟ ده الراجل عايز يدفع لك اللي انت عايزاه، يعني الفلوس هتتحدف علينا من اليمين ومن الشمال. يا اخويا، هو ده بقى كل اللي يهمك، انما تيجي ازاي مش مهم. اتطرق. اتطرق؟ هتطرق. اختي يا حبيبتي، فك الشقه اللي احنا فيه ده احنا بنطلع الكوته لحد ما نجيب اللقمه للعيال. ده غير بقى مصاريف المراير والكتب وما يلزم للمدارس وخلافه. طب يمين كبير اتلف على رقبتي يوم القيامه، اما نفذت اللي انا قلته يبقى تاخدي عيالك وتروحي لحالك وتسيبيني انا في حالي يا بطع. عب كده اهنا شوفي دماغك، هترميني انا والعيال في الشارع، اكلهم منين؟ اروح بيهم فين؟ اسرحهم قدامي واشحت بيهم؟ بلاش احنا يا حبيبتي، فكري في نفسك لما تكبري كده وتشهري واسمك يتكتب بالنور النايلو ويبقى السلم نايلو في نايلو. يا اختي انت ايه؟ عايزه تحكمي عليا بالشقه طول العمر؟ احنا ياما برضه شقينا عشان خاطرك، ولا انت اتولدتي من بطن امك طول بعرض كده؟ بفلوسي بشقايا وعرق جبين اللي عمري ما سالتك وديته فين ولا عملت بيه ايه؟ ما هو انا بقول لك ايه؟ روح لامك. خلصتي التعميره؟ ليه كده يا أمّا؟
ده الدنيا غير يا أمّا.